نيل او تي في، صباح الخير لكل المشاهدين في هذه الحلقه الجديده من حوار اليوم. ويسرني ان استضيف في هذه الحلقه عبر تقنيه زوم الدكتور طلال ابو غزاله، رئيس ومؤسس مجموعه طلال ابو غزاله العالميه. اهلا وسهلا بك دكتور طلال عبر هواء الاو تي في، دائما مرحب بك، اهلا وسهلا. انا سعيد بهذا اللقاء. أهلا بك، سأحاول قدر المستطاع في هذه الساعة أن أستفيد من معلوماتك دكتور طلال أبو غزالة وقراءتك الاستشرافية للمرحلة المقبلة، ولا سيما في المنطقة وأيضا في لبنان. سأبدأ بطبيعة الحال بتطورات غزة، ما يحصل على أرض غزة. كان لافتا بالأمس هناك كان حديث أن المفاوضات انهارت وفشلت، وإذ بنا مساء نسمع أن حماس وافقت على مقترح مصري للهدنة في غزة، وصباح اليوم نرى أن هناك اقتحام لمعبر رفح من قبل الجيش أو العدو الإسرائيلي. بداية، هذا المشهد يؤشر إلى ما؟ هل فعلا انطلقت عملية رفح، أو أن كل ما يحصل يندرج فقط في إطار الضغط على حركة حماس؟ أنا سعيد بأن أجيب على سؤالك، وأود أن أقسمه إلى قسمين. القسم الأول الأساس، السؤال الأساس، والتفاصيل، لأنني أرى أن المفاوضات وكل ما يتعلق بتفاصيلها هو تفاصيل، لأن المبدأ والأساس هو أن الحركة انتهت، أن غزة انتصرت. وأنا منذ 7 أكتوبر قلت أن هذه بداية نهاية الاحتلال وليست مجرد معركة. هنالك الآن أزمة عند العدو الإسرائيلي، والأزمة ملخصها أن رئيس الوزراء نتنياهو لا يريد ولا يستطيع أن يعترف بالهزيمة، فيبحث عن فرصة لتنقذه من مأزق أنه فشل في كل أهدافه. يعني أنا أريد من يقول لي أن الأهداف التي حددها رئيس الوزراء العدو الذي دخل الاحتلال على أساسها، احتلال غزة، أن هذا الاحتلال جاء ثلاثة أولا: القضاء على حماس، ووضح أنه لم يقضي عليها. ثانيا السيطرة والقضاء على أي سلطة موجودة في حماس، أي السيطرة الكاملة على حماس. وثالثا أن يمنع في المستقبل أي إمكانية لوجود مقاومة تنطلق من حماس. لم يتحقق ذلك. مشكلته هو الآن الذي في مأزق ليس الجانب الفلسطيني المقاوم، بل المأزق هو عند العدو. العدو لا يستطيع أن يعترف بالفشل، بنفس الوقت لا يستطيع أن يستقيل. مشكلة الحكم في سلطة الاحتلال أن الوزراء لا يستطيع أن يستقيل، أنه لو استقال عليه أن يواجه كما تنتظره في تها، وهذا أمر لا يمكنه أن يقبله، فهو يريد مخرج ولا يستطيع أن يجد هذا المخرج، وبالتالي ندخل في حلقات من الاحتلال ومن التراجع ومن الاتفاقيات ومن التراجع. الموضوع أنا أبشر بأن غزة ومقاومين غزة انتصروا، ولاحظوا أن كل من قتل من المقاومة نساء وأطفال ومدنيين، من قتل من العدو هو قوات مسلحة. هذه أيضا ظاهرة سيسجلها التاريخ، لأننا أمام قلت أنا برأيك أن غزة تبشر اليوم أن غزة انتصرت والفلسطينيين كذلك، ولكن كثر يطرحون سؤال أساسي اليوم: غزة
مدمرة، هناك شهداء كثر. كيف يمكن اليوم أن يعني على أرض الواقع وين بيتأرش هذا الانتصار صراحة دكتور؟ الانتصار هو انتصار الأساسي، لأننا خلينا نتذكر التاريخ. أنا دائما أذكر بأن روسيا أسرت 29 مليون قتيل دفاعا عن روسيا عندما هاجمتها القوات النازية. 29 مليون مش 29 ألف. أقول أن ألمانيا في المقابل دمرت فيها مدن كاملة، وإحداها ميونخ. ميونخ محيت كما محيت غزة، ولكن حق إرادة الانتصار حققت أن أصبحت ألمانيا واحدة من السبع الاقتصادات الكبرى في العالم. إحنا أمام معضلة، وهي أن الاحتلال والعدوان لا يمكن مقاومته إلا بثمن. ما في نواجه عدوان واحتلال ونقنعه بالشوكولاتة والبسكوت. أمام الاحتلال يجب أن يكون مقاومة، المقاومة فيها ثمن، وكل قتيل هو يساوي الدنيا بالنسبة لنا من جانبنا العربي الفلسطيني، ولكن هذه طبيعة الاحتلال ونوعيته أنه يقاوم بالمقاومة. دكتور طلال، هل ما حصل وأعلان حماس أنها وافقت على مقترح الهدنة، هل فاجأ الإسرائيليين صراحة؟ هل موافقة حماس فاجأت الإسرائيليين، ولم يكن إسرائيل لتتوقع أن حماس ستقبل بالمقترح للهدنة؟ أولا خلينا نقول أنه لسه عملية الاقتراح والرد عليه من انتهت. الأسلوب اللي عم يتبع، وهذا يعني ذكي من قبل حماس، وبدنا نفكر دائما بأن المقاومة ليست حماس فقط، معها فرق مقاومين أخرى وتتشاور معهم، مثلا الجهاد شريك أساسي في المقاومة في غزة. مهم الأسلوب الذي تتبعه المقاومة هي أنها تستلم العرض توافق عليه، ولكن تضيف بعض الملاحظات، وعندما يذهب هذا العرض للطرف الآخر هو أيضا يوافق عليه ولكن يرسل ملاحظات. والآن نحن في مرحلة التباحث في ملاحظات الطرفين، ليس هنالك نص مكتوب. عندما نقول أن حماس أو المقاومة قد قبلت بالعرض، قبلت به من حيث المبدأ، ولكن لديها ملاحظات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. فأمامنا مرحلة جديدة من التفاوض. بالنهاية أنا أقول أنه بتفاوض أو بغير تفاوض، الأمور متجهة إلى الحسم الذي لا بد منه، وهو إنهاء الاحتلال في غزة. هذه نقطة أساسية، تقول دكتور طلال أن الأمور تتجه للحسم. بداية هيك بقراءتك لتطورات هذه المرحلة، كم ستستغرق هذه المرحلة لتذهب الأمور باتجاه الحسم أولا؟ هذا السؤال أساسي. أنا هنا دائما أختلف في الرأي مع المحللين، وحقهم ولهم احترامهم وكلهم أقدر مني، ولكن أنا أرى أن المعركة ليست بين حماس أو غزة والعدو الصهيوني، لا، المعركة هي أكبر من ذلك، هي جزء من الصراع في العالم للهيمنة على العالم. عندما بدأت الحرب في أوكرانيا قلت من اليوم الأول أن هذه حرب على أوروبا وليست على أوكرانيا، وأن الحرب هي بين قوتين، أمريكا وروسيا، وأن روسيا تمثل الصين وتدعمها الصين بكل الوسائل الممكنة. فإذا هنالك صراع بين العملاقين الأمريكي والصيني، هذا الصراع يمهد لأين سيكون
ستكون مراكز القوى لكل طرف عندما تنطلق شعلة الحرب الأولى بين الطرفين. إحنا في الحرب، حرب بكل أنواعها إلا السلاح المباشر بين الصين وأمريكا. لما نصل إلى هذه المرحلة، وستكون في بحر الصين الجنوبي ساوث تشاينا سي، ليست في منطقة أوروبية أو عربية أو شرقية أو غربية، هي ستكون في بحر الصين. لماذا؟ لأنني أنا كتلميذ أعتقد أن الحرب الأساسية هي حول تايوان. لماذا تايوان؟ لأن تايوان، ويمكن هذا الكلام ما بنكتب فيه كثيرا، لأن تايوان هي المنتج ل 90% من الصفائح، من الشيبس، من البروسيسورز نعم. التي كل شيء، في الطائرة حتى تطير، في السيارة حتى تصير، في الكمبيوتر حتى يشتغل. أي أنها هي عصب الاقتصاد والقوة العسكرية والقوة الإنسانية بشكل كامل. فإذا لن تسمح أمريكا بأن تهيمن أمريكا على تايوان، لأنها بذلك تهيمن على 90% من قدرات الإنتاج للبروسيسرز للمحولات. هذه القوة هي قوة للحكم على العالم، وبنفس الوقت لن تسمح الصين لأمريكا بأن تسيطر عليها. هنالك صراع أنا أنظر له، وإن شاء الله يعني يكون تحليلي صحيحا، أن الصراع هو ليس بين العدو الصهيوني والقوة العربية المقاومة، نعم ولكن هو صراع لمن سيهيمن على هذه المنطقة استعدادا للمعركة. والمعركة اللي هي أنا أتكلم عنها منذ سنوات، الحرب العالمية الثالثة. هذه الحرب العالمية الثالثة لن تكون كما الحرب العالمية الأولى والثانية، جيوش تهزم وجيوش تنتصر وجيوش تهزم. هي ستكون أونلاين مثل كل شيء بالدنيا الآن، صواريخ موجهة وقنابل موجهة إلى آخره، وما يسمى بطائرات مسيرة، كلها أدوات غير مباشرة. يعني عقلي لا يستوعب أن أمريكا سترسل قوات لتحتل الصين، ولا أن الصين سترسل قوات لتحتل أمريكا، فيحصل صراع بينهم. ولذلك هم يحضرون لمناطق الدعم التي لهذه المعركة في العالم. نعم ركزوا أنفسهم في العالم الغربي في أوروبا، والآن يريدون أن يركزوا قواهم في المنطقة. وبالتالي ما سيحصل هو أين ومن سيكون المهيمن على منطقة الشرق الأوسط تمهيدا للحرب العالمية الثالثة. هل نحن فإذا على أبواب هذه الحرب العالمية الثالثة؟ نعم، احنا متجهين لها. اتجهنا كما قلت من حرب في أوروبا مع روسيا، والآن نحن هنا، والحرب هنا تسير باتجاه آخر. معروف أن هذه المنطقة تاريخيا تحكمها أمريكا، تهيمن عليها، تديرها، تؤثر فيها، صديقة لها. حلوة كلمة الصداقة لما يستعملها الأمريكيون بأن دول صديقة. فإذا هذا الكلام تريد أمريكا أن تسيطر على المنطقة، لتركز رجليها في انطلاقتها لجنوب الصين، بحر الصين، جنوب بحر الصين. الآن هذا كلام سيجر إلى، أولا، هل سيكون هنالك حرب إقليمية في المنطقة؟ أنا أقول نعم، ولكن كيف؟ هذا سؤال. الآن لسه ما زال هنالك تمركز للدول المختلفة. نحن نعرف هذه المفاجأة الكبيرة، ومش صغيرة، كبيرة جدا، من قبل تركيا مثلا. نعم تركيا قطعت
علاقاتها مع إسرائيل بكل الأشكال، مع العلم أن بينهما تبادل بحدود 9 مليار سنويا. هذه وأخذت موقف سياسي أيضا، لأنها قررت أن تنضم إلى الشكوى في محكمة العدل الدولية ضد دولة العدو بشأن الإبادة الجماعية. هذه خطوة مش سهلة، أن تتحول تركيا من صديق للغرب إلى عدو لإسرائيل، التي هي الأداة الرئيسية لسيطرة الغرب على المنطقة، وهي يجب أن ننظر لها كذلك، هي أداة الهيمنة الغربية على المنطقة. وبالتالي هذا التحول يعني كثيرا، بعد أن نرى هذا التحول سنرى تحولات أخرى من دول أخرى أيضا، وسنرى تغيير في خارطة المنطقة العربية. وأنا لا أستعمل كلمة الشرق الأوسط لأنه ما لهاش تعريف. أنا في إحدى جلساتي مع أمين عام الأمم المتحدة عندما كنت رئيسا لأحد مجالسها، سألت من هو الشرق الأوسط، وكان الجواب ليس هنالك تحديد، هي دول ممكن أن ندخلها ونخرجها من هذا التعريف. الشرق الأوسط قد يضم دول وقد لا يضمها، فأنا أتكلم عن المنطقة العربية والجوار العربي. نعم هذا المنطقة العربية والجوار العربي سيحدث فيها تغييرات قريبا جدا، وإعادة تمركز لبعض الدول، لأن كل ذلك يأتي استعدادا للحرب العالمية الثالثة. هذه الحرب العالمية الثالثة دكتور طلال أبو غزالة، نحن نتحدث هنا عن سنوات قليلة أو عن أشهر قليلة، وهل ما يحصل اليوم في غزة هو الذي سيحدد ماهية أو صورة هذا الشرق الأوسط الجديد الذي تحدثت عنه حضرتك؟ أبدا، كما أن أوكرانيا لم تقرر مستقبل العالم الغربي، ولكنها كانت الانطلاق للمعركة التي خاضتها روسيا مع كل المجتمع الغربي في أوروبا. بالتالي هذه معركة من المعارك، ولا أقول أن غزة ستقرر مصير المنطقة أبدا، ولا أن إسرائيل ستقرر المصير، لأن إسرائيل هي أداة كما قلت للهيمنة الغربية على المنطقة. فإحنا بالتالي أمام وضع ليس معقدا، إنه بالنسبة إلي واضح جدا، ولكنه تراكميا يعني ومتغيرا بصورة دائمة. يعني هالتغيير اللي حصل بتركيا يجب أن نلاحظه، أن تصبح تركيا شريكا في الدعوة في محكمة العدل الدولية مع جنوب أفريقيا ضد إسرائيل مش حدث بسيط يمر بدون ملاحظة. نعم، أريد أن أتحدث أيضا دكتور طلال عن مسار التطبيع في المنطقة. أريد كمان أن أسألك عن، تقول دائما أن نحن اليوم بحرب تحرير، برأيك هذه الغلبة في حرب التحرير لمن ستكون، وما هو الحل السياسي لما يحصل في غزة؟ ولكن بعد هذا الفاصل نواصل كل هذه المواضيع، فاصل ونواصل. عودة لحوار اليوم مع الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية. أعود وأرحب بك عبر هواء الأو تي في، نكمل هذا الحوار وهذا النقاش الغني بقراءتك دكتور طلال. اليوم ما يحصل في غزة، العالم ينتظر أن يسمع قراءتك، هل هناك هدنة طويلة الأمد؟ هل سنكون أمام وقف لإطلاق النار وللعدوان على غزة قريبا خلال أسابيع يمكن؟ ماذا تقرأ فيما يحصل في غزة؟ إحنا اللي لازم نفكر فيه ماذا سيحصل في إسرائيل، لأني أنا أعتقد أن العملية ستنتهي بمشكلة داخلية في داخل إسرائيل. إحنا بنحكي عن الخسائر التي تكلبدتها غزة، صحيح كليا ما عندي اختلاف، ولكن ما بنتحدث قديش في خسائر تحملها العدو. العدو الصهيوني تحمل تكبد خسائر كبيرة جدا، سواء في الاقتصاد،
أو في السياسة أو في السمعة العالمية أو في جرائم التي ارتكبها والتي سيعاقب عليها ويحاسب عليها لا محالة. ما في بالدنيا شيء، لأنه حسب تطور العالم وتغيره نعم أن تكون هنالك هيمنة واحدة لهذا النظام من خلال المؤسسة اللي اسمها إسرائيل. نحن نتجه إلى أن يصبح في نظام عالمي جديد، والنظام العالمي الجديد سيحاسب. أما في المرحلة القادمة، حتى لو تم الاتفاق على الانسحاب من غزة وانتهاء المعركة، ستبدأ معركة داخل إسرائيل بين من يريد ومن لا يريد هذه النهاية، وسندخل في حرب أهلية في إسرائيل، هذه لا محالة. فإحنا الآن نستطيع أن نضمد جراحنا وندفن موتانا ونعيد بناء بيوتنا، ولكن كيف سينتهي الوضع بالنسبة للعدو الصهيوني بعد هذه الهزيمة المكللة؟ لذلك أقول أننا أمام وقت ومراحل متكررة. وكلام الفاضي بيقول لك اليوم التالي، ما في يوم تالي، في أيام تالية، في تغييرات وتراجعات واندفاعات، وكثير من الأمور ستتغير، وهذا التغيير كله سيصب في النهاية في مصلحتنا العربية الوطنية. وبالنسبة للتوقيت أو الوقت أو الزمن يلي بيتطلبه هذا نهاية هذا العدوان، هل نحن هنا نتحدث يعني عن نهاية قريبة عن هذه الحرب الأهلية اللي بدها تصير بإسرائيل، هي قريبة وانتصار غزة كما تقول، حتنتهي هذه الحرب الوقت المدى القريب؟ يعني إذا كان بدنا التوقيت سيعتمد أيضا على التوقيت للصراع الأمريكي الصيني الذي لا بد منه. الصراع مش بس على البروسيسورز والتشيبس، الصراع على العملة الدولية، الصراع على الإنترنت، الصراع على حقوق الملكية الفكرية. كل هذه الصراعات يجب أن تحسم وأن ينتج نظام عالمي جديد بقيادة العملاقين. احنا ما بدنا الصين تسيطر على العالم أبدا، ولكن أن يكون هنالك قيادة مشتركة للعالم تمثل الجانبين من العالم، الجانب الغربي والجانب الشرقي وجنوب العالم. هذا الشيء اللي سيحصل. هلا كيف سيحصل؟ أيضا مرتبط بغزة ومرتبط بكل دول المنطقة. يعني عندما توقع إيران اتفاقا مع الصين مدته 50 سنة، اتفاق لمدة 50 سنة يشمل كل المواضيع المهمة، هذا حدث لم يحضر في السابق والآن يحدث. هنالك تغيير بالنسبة للوضع في الشرق الأوسط، ما يسمونه كذبا، أي في الدول العربية المتوسطية في كثير تغييرات وتحولات ستحصل. نحن أمام عالم متغير، ما بقدر أي إنسان في الدنيا، ولا رئيس جمهورية أمريكا ولا رئيس الصين، أن نعم يقول بالتاريخ معين سيحصل كذا، ولكن هي خط فيه مراحل وفيه ما يسموه ما اليوم التالي، اليوم التالي متكررا لـ20 مرة لنصل إلى النهاية. نعم، قبل ما أطلع كمان فاصل إضافي، اليوم توقع اليوم أن تكون العملية في رفح محدودة فقط، ولن نذهب إلى حدود التوغل الواسع النطاق. أنا هذا أحد المواضيع المهمة جدا، ولكنها أيضا لا يمكن أن تحسم الآن. إذا دخلت إسرائيل إلى غزة، إلى رفح، ما هي دخلت غزة كلها. يعني ما في شيء يميز هذا الدخول، وتضخيم الموضوع بأنه هو الحدث الهام والحاسم، لا مش هيك أبدا. هي انتقلت في غزة من شمال إلى جنوب إلى وسط إلى العاصمة إلى ورحلت الناس وهجرتهم من مكان إلى مكان.
مكان آمن، وبعد أن يكون آمن يصير أكثر مكان مدمر إلى آخره. هذه عملية متكررة، رفح واحدة منها. الآن المشكلة الوحيدة التي تميز رفح هي أن السياسة الغير حكيمة الإسرائيلية التي قالت لكل أهل غزة اتجهوا إلى رفح كمكان نعم آمن، تخطط أن تستعمله للهجوم، هذا سينقلب علي. أنا تعلمت في حياتي حكم من الكبار. كان لي لقاء تشرف فيه مع نيلسون روكفلر عندما كان نائب لرئيس جمهورية أمريكا، وكان بيننا حديث حول موضوع معين، ولكن المهم في الموضوع ما تعلمته منه أنه عرض علي أن أدخل في شراكة معه. قلت له أنا أضحك، قال لي لماذا تضحك؟ قلت له أنا ما سمعت بشراكة بين الفيل والناموسة. قال لي يعني أنت الناموسة؟ قلت له طبعا. أنا وين أنا أتكلم عن الثمانينات، وين نعم أنا بالنسبة أنت يا نيلسون روكفلر؟ فأنا ليس من الغباء، لست من الغباء بأن أقتنع بأن يمكن أن ينشأ شراكة بيننا. قال لي شوفي، قال لي يا ابني، هذا ما أريد أن أصل له، عليك أن تتعلم، وأنا تعلمت، أنا تلميذ أتعلم كل يوم. قال لي أن تتعلم أن الضعيف قد يكون أقوى من القوي إذا عرف كيف يستغل الأمور. قلت له نعم كيف؟ قال لي حط فيل في غرفة مقفلة مع ناموسة، من سينتصر؟ الناموسة، تاخده من عينه يعمل هيك، تقرصه من رقبته يعمل هيك، وتشتغل فيه 24 ساعة وهو لا يستطيع أن يعمل شيئا معها. ما أردت بهذا المثال أن أقول نعم أن أهل حكمتهم وذكائهم وعلمهم، علم المعركة التي ربحوها ما ربحوها بقوة. يعني هل تخيل نحن هذه القوة، الجيوش العظيمة التي دعمت نعم دكتور طلال، أزمتها؟ أنا مضطرة أطلع فاصل قبل ما ينقطع اللينك ونرجع نتواصل معك. فاصل نكمل هذه الفكرة، وطبعا أريد أن أدخل أيضا إلى ملف جبهة الجنوب وماذا سيحصل في لبنان، هل تتوسع هذه الحرب بعد هذا الفاصل؟ عودة لهذا القسم من حوار اليوم، ودائما مع الدكتور طلال أبو غزالة عبر تقنية زوم. أهلا بك أيضا مرة جديدة. نكمل هذا الحوار قبل ما انتقل إلى جبهة الجنوب اللبناني وما قد يحصل، هل ستكون هناك حرب موسعة أكثر؟ سؤال، كنت دائما تتحدث عن زوال إسرائيل، ولكن دكتور طلال على أرض الواقع كثر من المحللين يقولون لا إمكانية لزوال إسرائيل، لا تزال تتمسك بأن إسرائيل ستزول. أنا لا أقول زوال إسرائيل، أنا أقول إنهاء الاحتلال. نعم هي يعني خلينا نكون علميين ودقيقين. عام 1948 احتلت القوات الصهيونية فلسطين من الانتداب البريطاني. نعم كان هنالك دولة اسمها فلسطين، وأنا شهادة ميلادي معلقة وموجودة لمن يريد أن يطلع عليها. سنة 38 كان مكتوب عليها الجنسية فلسطيني، الأب فلسطيني، الأم فلسطينية، الدولة صادرة عن حكومة فلسطين. أبا إذن إحنا في بدأ احتلال، لماذا نتمسك بقبول ما هو واقع وليس قبول ما هو حقيقة؟ الحقيقة أنه كان هنالك احتلال وليس نكبة كما يدعي بعض الناس، يعني ما حصلت طوفان وبموجب قامت إسرائيل، لا، قامت نتيجة احتلال. نعم وهذا الاحتلال ككل احتلال في الدنيا واسمه بالأمم المتحدة وبتعريف الأمم المتحدة سلطة احتلال، هذه سلطة الاحتلال يجب أن تنهي احتلالها كما انتهى كل احتلالات العالم. بس إلى هذا نعم أنا ما أقوله.
واضح واضح ودقيق بكل وضوح. اليوم جبهة الجنوب، نعم. في مساندة في جبهة الجنوب، قال أمين عام حزب الله بشكل واضح هيدي جبهة مساندة لغزة، ويسقط شهداء لحزب الله ولكل لبنان طبعا، ولكن تتوقع أن تتوسع هذه الحرب في الجنوب أكثر من قبل إسرائيل، ويكون هناك عدوان يطال ليس فقط الجنوب ولكن مناطق مختلفة في لبنان، وأن تنفذ هذه التهديدات الإسرائيلية على أرض الواقع؟ أنا بدي أحط 3 خطوط تحت كلمتك وكلمة كل لبنان. عندما خاضت غزة المعركة خاضتها بكل غزة، وأن الآن إحنا نخوض المعركة بغزة وبالضفة وبكل فلسطين. هلأ إنما عندما نتكلم يجب أن نتكلم بمنطق. مثلا عندما نقول المقاومة في غزة، المقاومة مش غزة بس، مش حماس بس، معها الجهاد الإسلامي ومنظمات جهادية أخرى نعم كذلك في لبنان. أنا عندما أتكلم عن لبنان أتكلم عن كل لبنان. وإذا كان في الواجهة كما في غزة، الواجهة هي حماس، كما في الواجهة في لبنان حزب الله، هو الواجهة للمقاومة الوطنية اللبنانية. فنحن أنا بحب أركز وأتمنى أن أفهم أن معركتنا ليست معركة فئة ضد إسرائيل، ولكنها معركة لبنان كله ومقاومينه كلهم ضد إسرائيل. هذا التقسيم الذي يقسموه بينهم ولكن هو دكتور طلال، أنا هون ما بقدر ما أسألك، يعني في كتير فرقاء في الداخل اللبناني ليسوا مع هذه الجبهة، جبهة الإسناد لغزة، يعني فرقاء كثر في لبنان وأحزاب كبيرة، وبالتالي نعم مش كل اللبنانيين موافقين على ما يقوم به حزب الله أو المقاومة بإسناد هذه نعم الجبهة لغزة. ومش كل اللي بيصير في غزة من قبل إسرائيل موقفين عليه. الصهاينة، حتى الصهاينة في الفئات الدينية رافضة، في فئات أخرى أنا بالأمم المتحدة بشوفهم كل يوم على باب الأمم المتحدة ضد قيام إسرائيل. كون هنالك فئات، هذا طبيعة الشيء. بفرنسا عندما كانت في الحرب تحت الاحتلال كان فيها عدة فئات تحارب، مش فئة واحدة، ولكني أسميهم جميعهم المقاومة اللبنانية. نعم. طيب هذه الجبهة، ما قراءتك لما يحصل على هذه الجبهة؟ امبارح كان في تطورات يعني كبيرة، تطورات غليان الجبهة الجنوب فعلا تغلي. نحن سنكون أمام لبنان سيتدخل أكثر وأكثر ولا لا، ستبقى الأمور منضبطة أنا إلى حد ما؟ قراءتي، معطياتي وقراءتي نعم أننا أمام معركة تدار بحكمة وبمقياس. عندما يزيد الدوز من قبل العدو الصهيوني تزيد عليه المقاومة اللبنانية الدوز. يعني هنالك إجراءات محسوبة وتتناسب مع الوضع. لماذا؟ لأننا أمام معركة إذا بدها تتوسع ما راح تتوسع على لبنان فقط، سيدخل فيها كل الفرقاء اللي في المنطقة غصبا عنه. يعني ما في واحد يقول أنا عندي وضع خاص، لا، لأنه عندك قوات وقاعدة أمريكية ستكون مهددة، وبالتالي ستكون أنت مهددا. بدنا نفهم أن وجود هذه القواعد الأمريكية في كل المنطقة ووجود هذا الارتباط بين، مع الأسف الشديد، بين أمريكا وهذه الدولة وهذه سلطة الاحتلال، هذه تجعل أن الأمر يشمل كل الأمة العربية بكاملها وما بعدها. يعني الآن كنا بالأمة العربية، صرنا الأمة العربية زائد إيران، وصرنا الأمة العربية زائد تركيا. هذا اللاعبين، العراق الآن، اليمن، هذا اليمن اللي ينطبق عليه قول نيلسون روكفلر لي أن الضعيف أقوى من القوي قد يكون. اليمن، في حد يتخيل أن اليمن المقاوم يستطيع أن يصبح بهذا القدر؟ هذا من اللي أنا سميت حالي ناموسة، مش من التحقير، بل بالعكس، لأقول أن كل إنسان مهما كان حجمه له قيمته، وكل دولة مهما كان حجمها لها قيمتها.
عندك العراق، تمام. العراق فيه قوة وطنية مقاومة ستفرض على العراق كله أن يدخل في المعركة، فعجب على العدو أن يفهم أن المعركة إذا انتقلت إلى بعد أكبر ستنطلق إلى البعد القومي العربي كله، ومعه أيضا حلفائه من الجوار. احنا امام، لا تخافي انه يستفرد العدو بلبنان، ما بيقدر يستفرد بلبنان، والمقاومه في لبنان تعرف انها عندها القدره لتهزم، نعم ولكنها لن تكون في المعركه لوحدها، ستكون معها كل القوى العربيه. ولكن شايف دكتور طلال هذا التوسع للمعركة ليس فقط في لبنان، ولكن عم تحكي على صعيد المنطقة بأكملها، ولا أنه الأمور لن تذهب إلى هذا الاتجاه بقراءتك؟ بيعتمد على كيف تتطور الأمور في الصراع الأكبر. أنا دائما أحكم على الصراعات المحلية بعلاقتها بالصراع الأساسي نعم بين العملاقين للهيمنة على العالم. يعني الصين الآن بدأت تتكلم بصورة واضحة دعما للجانب العربي، بصورة واضحة، والجانب الفلسطيني، وأنه يكفي سكوتا على هذا الظلم وهذا الغلط. يعني احنا الان امام متغيرات ستتغير كل يوم. اللي بيقول لك انا بقدر احسب، لا العدو الصهيوني ولا نحن ولا القوى العظمى تعرف كيف ستتطور الامور، لانها ستكون تفاعليه وحسب كل مرحله بمرحله. اذا قرر العدو بموافقه من الدول الداعمه له الغربيه أن يدخل في معركة إقليمية، فلن يكون وحده، سيكون أمام دمار على نفسه، ولن يستطيع أن يواجه ساعتها. هذا اللي عم بتعلمه إياه المقاومة من حزب الله الآن، بتقول له كل ما بتزيد خطأك سنعاقبك أكثر. فهذا التدرج في العقاب المقابل، بما أنه هنالك الآن لغة العقاب والعقوبات، نعم الآن حزب الله عم بيعاقب إسرائيل مرحلة بمرحلة، بتضرب نضرب، بتضرب 5 ضربات نضرب 6. فهذا الكلام هو ليعرف أنها إذا كبرت المعركة وأصبحت شاملة، فنحن سنكون أيضا في قوة شاملة، وسنكون نحن اليد الأعلى. دكتور طلال تتحدث دائما عن الصراع الأكبر، الصراع العالمي وليس فقط يمكن إقليمي، ولكن اليوم في الصراع بين الفلسطينيين والعدو الإسرائيلي في قوى اليوم تدعم كل طرف. خلينا نكون كمان واقعيين، إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وحماس بالمقابل من دول أخرى، من أساسها يقال أن إيران. طب مش هيدول القوتين أمريكا وإيران الصراع ولو بطريقة غير مباشرة ما بين والله هاتين القوى؟ أنا سمعت كثير هاي الرواية، بس ما نعم جاني واحد يقول لي كيف إيران تدعم في غزة. أما كيف تدعم القوى الغربية، فهي الآن أمام محكمة العدل الدولي لمحاسبتها لدعم دولة تمارس الجينوسايد اللي هو الإبادة الجماعية. أنا بدي واحد يشرح لي، اليوم كل يوم بضل يقول لك إيران. طيب إيران حليف، اوكي، ما في دولة في الدنيا ما عندها حلفاء. أمريكا عندها حلفاء، وأولهم أو أدوات وأولهم إسرائيل، نعم وكذلك خلينا نقول إنه إيران لها حلفاء. طيب وين المشكلة؟ لماذا دائما نصور الموضوع وكأن المشكلة هي إيران مش إسرائيل؟ يعني هذا المؤلف في الموضوع، لأنه ما يوزع علينا هو أنه إيران، وإيران تدخل إيران، وين تدخل إيران؟ شفت قوات إيرانية؟ لا، بس أنا شفت قوات غربية في فلسطين. شفت أسلحة إيرانية؟ لا، بس أنا شفت أسلحة غربية في إسرائيل. شفت قتلى من إيران في فلسطين؟ لا، بس أنا شفت أسرى غربيين في فلسطين، إلى آخره. يعني نحن يجب أن ننتهي من ظلم أنفسنا بأننا نحن أسرى، أو أن نحن مشكلتنا هي إيران، مشكلتنا هي الاحتلال الإسرائيلي وليس إيران.
طب من أين لحماس كل هذه الأسلحة وكل هذا التمويل؟ إذا أنا بدي أحكي إنه ما لا أحد ولا قوة تدعم حماس اليوم. الأسلحة بتشتريها من كل الدول، والأسلحة تبيعها. والآن ألمانيا هي في محاكمة لما تقدمه من أسلحة، وبريطانيا أيضا، والشعب في الدول الغربية يطلب الوقف عن تسليح العدو. طبيعي أنه العدو أنه أي دولة تشتري سلاحها من أي مكان يتاح لها. هل بيع السلاح فقط من حق دول محددة في الدنيا؟ هذا مش جريمة، مش مشكلة أنه سلاح. أنا بس بدي أجاوب على النقطة هاي، كثير مهمة. تفضل انتصار، وهذه كان انقطعنا فيها وبدي أرجع لها، تفضل. أن انتصار المقاومة في غزة ليس بسبب السلاح الذي عندها، ليس بسبب الدعم الذي عليها، ليس بسبب قوتها. يعني أنا لست جاهلا لدرجة أن أتخيل أن هؤلاء المجموعة المقاومة في غزة تستطيع أن تهزم جيوشا كبرى، وأحدها الجيش العدو واللي يعتبر من الجيوش الكبرى، وبدعم جيوش أخرى. لا لا، مش هيك القصة. القصة أن العقل الغزاوي، العقل الفلسطيني مع الإرادة والإيمان تفوق على العقل الآخر. هل في أحد يستطيع أن يفسر كيف استطاع أهل غزة أن ينشئوا هذه البنية التحتية تحت الأرض، هذه الأنفاق التي لا حدود ولا لحد اليوم ما حدا بيعرف شيء عن هذه الأنفاق؟ طب هذه أسلحة إيرانية، هذه إذا كان استعانوا بخبرة إيرانية، حق كل دولة أن تستعين بخبرات الدول كلها. إذا كان استعانوا بأسلحة من أي دولة أخرى، هذا كمان حق. مش هذا الموضوع أبدا. الموضوع أن هذه الفئة المؤمنة بقضيتها، هذه الفئة وبعقلها استطاعت أن تبني هذه القوة اللي هي محيرة العدو. العدو مشكلته شو في تحت الأرض؟ مشكلته من وين بيطلع هذول المقاومين نعم. أقضي عليهم؟ وكلما حاول أن يدخل نفق يقضي عليه المقاومون وهو في النفق. يجب أن ندرك قوة العدو، قوة الناموسة. هذه الناموسة استطاعت بعقلها أن تتفوق على عدوها، وأن تبني هذه البنية، وأن تعمل الآن ببرامج. يعني فينا نتخيل قديش عددهم، 30,000، 20,000، 50,000. كيف يستطيعوا أن يواجهوا هذا الجيش الذي كان يقال أنه لا يقهر وقهر؟ وهذه هي نعم. المأساة بالنسبة للعدو. كيف نحن كل سمعتنا أننا الجيش الذي لا يقهر، قهرتنا مجموعة. كيف؟ بالعلم. نعم كيف؟ دكتور طلال، بالعلم، أكرر، بالعلم. لحظة وقف العدوان على غزة، ماذا بعد هذه اللحظة؟ ماذا عن ماهية الحل السياسي الذي ستكون عليه غزة؟ بعد فينا نحكي اليوم صراحة عن حل الدولتين؟ ما في حل سياسي، ولا في بيوم من شو في؟ التالي. في شعب تحت الاحتلال يريد أن يتحرر، وسيتحرر، وستنتهي القضية بالتحرر، بس مش بكرة، ولا بموجب الاتفاقية اللي ستتوقع حاليا، ولا اللي ستتوقع بعد رفح، إن تمت حرب رفح. هذه مراحل كثيرة. هي حرب، قلتها أنا من 7 أكتوبر العام الماضي، نعم. قلت هذه الحرب هي حرب للتحرير ولإنهاء الاحتلال، وستمر بمراحل، وهي ليست قوة إلهية ستأتي وتضرب وتقول أنت انتصرت وأنت فشلت. لا، سنستمر في هذه الحرب، وسنضحي لهذه الحرب، وسنعيد بناء غزة كما أعيد بناء ميونخ. نحن لسنا أقل عقلا وقدرة وإيمانا ومعرفة من أي دولة في الدنيا أو شعب في الدنيا. وكما أعيد بناء الدول التي دمرت، سنعيد بناء هذه الدول. وإن شاء الله هذا الشعب الخير سينتج أولاداً يفوق من قتل عددا، دكتور وسيبقى نمو هذا الشعب مستمرا.
نحن في المراحل الأخيرة لهذه الحرب. لا، بمراحل وسطية. أنا أها تكلمت في رسالة نعم أصدرتها من شهر أننا انتهينا من المرحلة الأولى، الآن نحن في المرحلة الوسط. في هذه المرحلة أن يعيد العدو حساباته الآن، وإذا بتتابع الإعلام الغربي نعم وبتتابع الإعلام الصهيوني بتشوفي قديش هم الآن في ارتباك وفي خلاف، ويعيدون تفسير أمورهم وتخطيط أمورهم. وكذلك الغرب الآن يعيد محاسبة نفسه ما يحصل. أنا مش أحكي كلامي، أقول كلام رئيس الاحتلال الصهيوني عندما قال أن ما يحصل في الجامعات الآن هو يشبه، هو قال نتنياهو، هو نعم قال هذا يشبه ما حصل قبل المحرقة، هو قال على التلفزيون. فبالتالي هنالك حسابات تجري إعادة دراستها من قبل كل الأطراف، من الطرف الأمريكي، من الطرف الصيني، من الأطراف الغربية، من الأطراف الشرقية، من الأطراف العربية، من الطرف الصهيوني. كل الأطراف تعيد حساباتها الآن، لأن المتغيرات سريعة وتتطور، ونحن أمام مراحل. كل ما أرجوك، يعني إحنا بدنا نخرج من كلمة العدو اللي بيقول اليوم التالي. ما في يوم تالي، في أيام تالية، وستنتهي الأيام بإنهاء الاحتلال. يعني على أمل إنهاء هذا الاحتلال. بعد عندي هيك كم سؤال سريع لأن يتبقى لدي 4 دقائق. ما رح أدخل هلأ بملف النزوح السوري لأنه ملف طويل، بيكون إلي طبعا معك دكتور طلال حلقات مقبلة، ولكن بعد في سؤالين. اليوم مسار بتشغل التطبيع، مسار نعم التطبيع اللي فتح في المنطقة وكنا أمام دول يعني طبعت مع إسرائيل، هذا المسار اليوم يمكن إعادة عملية 7 أكتوبر، خلط كل الأوراق، وين رايح هذا المسار؟ ما في مسارات التطبيع. التطبيع علاقات تتم بين الدول لمصالح هي أدرى بها، وأنا لست منتقدا لأي تطبيع. اللي بده يطبع يطبع، بس فرجيني كيف دول التي طبعت شاركت في الحرب مع العدو ضد فلسطين، هل هذا التطبيع أفاد العدو الصهيوني بأي شيء؟ أبدا، زيرو. ليس هنالك دولة مطبعة أخذت موقفا مع العدو ضد القضية الفلسطينية، هذا يجب أن يقال. نعم ولذلك أنا ما بدي العدو يحاول أن يجرنا إلى أن نضيع البوصلة. في بوصلة واحدة، هي احتلال يجب أن ينتهي. هذا الاحتلال أعطيني كيف أن التطبيع دعمه، أبدا صفر. أعطيني كيف هذا التطبيع كان ضررا على المقاومة الوطنية في أي بلد، أبدا. هنالك اتفاقيات تتم لمصالح وطنية والدول أدرى بشؤونها دون أن تمس بواجبها العربي القومي الوطني. ما في ولا دولة عربية أساءت أو خذلت أو انحرفت عن إيمانها بقضيتها الوطنية العربية. ولكن ورقة التطبيع ألم تكن ورقة قوية بيد بعض الدول لحث إسرائيل على عدم التمادي ووقف العدوان؟ وبالتالي عم بحكي أنا مثلا المملكة العربية السعودية جمدت محادثات التطبيع بموقف لافت إلى جانب الفلسطينيين بوجه ما يحصل في هذا العدوان. من ورقة قوية دكتور طلال التطبيع؟ ايضا من حاول نحول القضيه الى انها عدم مساعده الدول المطبعه. الدول المطبعه لم تدخل ولا لها وزن ولا قوه. احنا عم نتكلم عن صراع بين دول عظمى. اللي بده يتخيل انه انا بقدر اثر على امريكا او على الصين، والله الله يكون بعينه. انا نعم استطيع ان اضغط، عندما اقول ان اسرائيل هي اداه امريكيه، بدي اضغط على امريكا مش على اسرائيل. اسرائيل اداه بتنفذ اوامر. يجب ان ندرك ذلك. اسرائيل ليست قوه عظمى تحارب، هي اداه لقوات عظمى. وكذلك في الطرف الاخر
اللي بيظن انه في دولة، يعني هلا ايران بحكم اتفاقيتها مع الصين راح تاثر على الصين، الصين بتتخذ قراراتها بموجب اوامر تاتيها من ايران ولا من غير ايران؟ لا، ليس هنالك اي تاثير اقليمي او بلد او وطني في اي دولة عربية الا من القائدين الاعظمين، هذول اللي بياثروا. دكتور طلال، يعني خلص الوقت ومددت دقيقتين او ثلاثة اضافة، ختاما ما مصير الدولار بظل ما يحصل وحضرتك ما تتحدث عنه، عن احتمال او نحن على ابواب الحرب العالمية الثالثة وهي حرب امام قوتين كبيرتين، اليوم الدولار ما مصيره بالمدى القريب؟ هذا واحد من 15 موضوع هما الخلاف، وكل واحد من ال 15 موضوع هو سبب لمعركة عالمية، حرب عالمية. الآن أنا كنت على مجلس إدارة المنظمة العالمية للتجارة WTO، نعم World Trade Organization، عندما انضمت الصين إلى المنظمة، وكانت الصين وضعت شرطا واحدا، هما شرطين حقيقة ثاني، مش انه تبقى الصين دولة نامية باعتبارها، نعم الان ما زالت حتى الان الصين هي دولة نامية في تعريف منظمة التجارة العالمية. والهدف الاساسي كان ان لا يربط الدولار بالعملة الصينية، والصين هي العملة الوحيدة في العالم على الكرة الأرضية التي ليست مرتبطة بالدولار. طيب، نعم على بعد هذه المقدمة أقول أن الصراع على العملة الأجنبية، العملة الدولية، سيكون صراع كبير. وإذا حاولت الصين مثلا أن تطلق غدا عملتها العالمية كبديل للدولار، تنشأ الحرب العالمية بعد بكرة إذا نعم بكرة أعلنت الصين. وللعلم، مع من يعرفه الخبراء، أنه الصين أنتجت عملة رقمية صينية هي متوازية مع العملة الورقية، يعني يستطيع الصيني داخل الصين أن نعم يتعامل ورقيا أو بالعملة الرقمية. أنا سمعت الرئيس الأمريكي قبل 3 شهور بيقول حان الوقت لندرس إصدار دولار رقمي. هلا هذا السؤال اللي سألتيه أهم سؤال، نعم أن العملة هي أحد أسباب الانفجار. ستكون إذا قررت الصين بكرة الصبح، برجع بعيد، أن تطلق عملتها الرقمية نعم كعملة عالمية منافسة للدولار، بعد بكرة حنكون في الحرب العالمية. وهذا موضوع يحكمه اعتبارات كثيرة طبعا وهيمنة كبيرة، وما واضح بقدر أصدر عليه، لا أنا ولا أحد بالدنيا ولا دولة بالدنيا تؤثر على هذا القرار إلا مصلحة الصين وكذلك مصلحة أمريكا. واضح بالنهاية الدولار سيبقى، حتى ما حد يسيء فهمي، نعم سيبقى عملة أساسية بوجود عملة صينية أو غيره، سيبقى لأنه مرتبط باقتصاد كبير، هو الأكبر في الدنيا، ما زال الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد نعم الأكبر في إذا الدنيا. الدولار سيبقى عملة أساسية، هكذا يمكن اليوم الختام. بدي أشكرك 100%. دكتور، شكرا لك على كل هذه المعطيات، ودائما الحلقات معك تبقى غنية بالمعلومات من العالم إلى المنطقة ولبنان. شكرا لك، بكون لنا أكيد حلقات مقبلة. دكتور طلال أبو غزالة، شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.